تقرير رياضة، ودي بقى بالمناسبة رياضة الأمراء والنبلاء زي ما يسموها كده، الرياضة بتاعت الفروسية وركوب الخيل. النهاردة وادي الفروسية في وزارة الداخلية الحقيقة عامل شغل أكتر من جميل ورائع، وأنا من هنا الحقيقة فعلا بحيي الداخلية على تبنيها للرياضة دي بالذات، حقيقي والله، لأنها رياضة حلوة وجميلة ومهمة جدا بالمناسبة، ولأنها ليها أكتر من رافد، مش بس الولاد اللي بتركب الخيل وتربية الخيول دي، والخيول اللي تبقى بقى الخيول العربي الأصيلة، وفي حاجة بالمناسبة غير الفرس العربي، في فرس مصري بمواصفات تانية برضو خالص، يعني حاجات كده. المهم يعني فوزارة الداخلية الحقيقة مشكورة إنها بتقوم بجهد كبير في مسألة رعاية النوع ده من الرياضة اللي هي رياضة الفروسية. فوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية عمل إيه بقى؟ النهاردة كان بيستضيف بطولة الجمهورية للفروسية. ده بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، أقيمت في ملاعب وادي الفروسية زي ما كنت بقول لكم. المكان هناك لما هتيجي تتفرج على التقرير ده حاجة تانية، انت تحس بجد بقى، لا مش في أوروبا، انت تحس ان انت بجد في مصر. مصر حلوة بس لو دققنا النظر، شوفوا التقرير ده. وإذا ممكن خلي بالك، وانت عشان تلعب الرياضة دي مش لازم تشتري حصان، بكلمك بجد عشان ما تفتكرش ان هي يعني لازم اشتري حصان ويا ترى الحصان بكام، خالص اتفرج على التقرير هتفهم اكتر. واشجعكم انكم تحاولوا ان استطعتم تخلوا ولادكم يلعبوا الرياضة دي، حاجة حلوة ومفيدة. شوف التقرير. تتهادى الخيول ويتبارى الفرسان على مضمار وادي الفروسية في نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية، بعد أن هيأته وزارة الداخلية وطورته لاستقبال مسابقات الفروسية محليا ودوليا. شايف في تطورات كثيرة جدا في وادي الفروسية، ومن أراضي جديدة، من تجهيزات، من نظام عمل. عندي حالة انبهار كده بالمكان والتنظيم، من أول الدخول للباركينج الأرض ممتازة، وده بيساعد الولاد كتير. على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفسطاط، ثلاث ملاعب رئيسية بمواصفات دولية، وثلاث ميادين إحماء، استضافت 342 فارسا في مباريات الفروسية، و36 فارسا في التقاط الأوتاد. النادي عامة مجهز بمستوى عالي جدا، فبيبقى مريح لكل الألعاب، يعني سواء التقاط الأوتاد أو الفروسية، القفز أو الدراساج، يعني كل لعبة بيبقى ليها الأرض المناسبة ليها، فالموضوع لطيف جدا. المدرجات كانت مجهزة بشكل ممتاز في الحقيقة، كانت مقرباك من الأرض كفاية، مخلياك تحس بجو الأرد، تحس بإحساس الحس اللعيب كده، إحساسك اللي أنت فعلا أنت اللي بتلعب مش اللعيب. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، فضلا عن مطاعم وكافيتريات. من ساعة ما دخلنا من البوابة في ناس بيدخلونا من بره بيجهزونا للبطولة، والأوتيل اللي موجود هنا حلو جدا، متنظم جدا، وفكرة حلوة جدا هم يعملوا ملعب جنب الأوتيل عشان البطولة بتبقى 3-4 أيام للنهائي. الكلام ده كله بيساعدنا إن احنا نأدي أداء أحسن في البطولة ونعمل أحسن حاجة عندنا. وتم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول، مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيداً عن عناء التنقل. بدون نقاط جزاء 45-69. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب، وهو ما يساعد الحكام على أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. احنا بنفخر إن عندنا مكان زي ده في مصر، يعني مكان متكامل من كل حاجة،
سواء أراضي أو منصات تحكيم. وإحنا بنشكرهم جدا على الميادين اللي ادوها لنا وعلى الاسطبلات وعلى الأماكن الممتعة اللي هي فخر لرياضة الفروسية في مصر. المكان ده فعلا شرف لمصر والمصريين بجد وللفروسية كلها. المكان إحنا بقينا بنفتخر إن إحنا موجودين هنا. فخور بالدعم اللي مقدمه وزارة الداخلية، دي حاجة جميلة جدا لرياضة الفروسية، وعرفت دلوقتي كمان إن هيكون في دعم لرياضات تانية في الخيل، ودي حاجة يعني هتضيف كتير قوي للحصان العربي والحصان المصري بشكل عام. وزارة الداخلية طورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلا من خلال منظومة إضاءة متطورة زودت بها الملاعب. ختام فعاليات المنافسات التي تواصلت على مدار أيام كانت مراسم تتويج الفائزين في مختلف منافسات البطولة وبحضور وزير الشباب والرياضة، حيث تم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاماً ناجحاً لبطولة الجمهورية للفروسية لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية. حاجة الحقيقة نفخر بيها، وإحنا إن شاء الله يعني نفخر نجيب كل الفروسيين بتوع العالم وكل واتحاد الفروسية والحكام والمواكبين من الاتحاد الدولي يجي يشوفوا مصر عاملة إيه ووزارة الداخلية عاملة إيه في قطاع الفروسية. مبروك على يعني هذا الصرح العملاق اللي فعلا هيساعدنا لتطوير كبير جدا في رياضة الفروسية ومستواها مع الاتحاد المصري للفروسية. فكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية اللي دايما في عملنا في وزارة الشباب والرياضة في الحقيقة في تعاون كبير جدا في كل المجالات الرياضية والشبابية مع وزارة الداخلية.